هذا نوع من أنواع السدر يسمى الظال، بعضهم يسميه الظال. طبعا كأنه راك يمتد بعشرات الأمتار، هذه لو لاحظناها ممتدة في وادي أسفل وادي الحلقة، قرابة يمكن 40 متر أو أكثر من ذلك. يعتف معها بعض الأشجار الطلح خاصة والسمر، طبعا ما يرتفع، ارتفاعه تقريبا 2 إلى 3 أمتار، لكن يمتد في الوادي، في طرف الوادي يبني عليه بعضها الرمل ثم ينفرق الوادي من بينها وتصير سبحان الله. شوف هذا مثل الصمغ يطلع في عوادها. طبعا احنا ليسنا في وقت ثمر الآن، فشواكها صغيرة وهذا ثمرها، ليس ثمر هذا إنما مثل الصمغ يظهر في، شوف سبحان الله، في بعض الأغصان للون بني أحمر غامق. هذا من أنواع صمغ السدر، مثل الصمغ العربي، مثل صمغ الطلح وصمغ السمر، هذا شبيه له طبعا. أما ثمرها دائري، دوم دائري، هذا ليس وقته الآن. شوف سبحان الله كيف طولها، كيف طبعا زي الغابة تسكنها بعض السباع، بعض الحيوانات تدخل في جوفها. شوف الورقة، شوف أشواكها صغيرة دقيقة جدا، وهذا أقصى ارتفاع. طبعا متوفر في الحصى كثيرا، في الغويرات أيضا موجود، وأيضا في البجادة، لكن البجادة بشكل أصغر، أما الحلقة كبير جدا جدا. شوف مداخل، عوادها دقيقة إلى حد ما. شوف هذا سبحان الله من الصمغ، شوف أجوافها سبحان الله، مسار لبعض الحيوانات لما تدخلها، خاصة السباع وبعض أنواع الحيوانات الأخرى.